دوري اليد او مسابقات كأس مصر في كرة اليد. الاتحاد بيعلن ان يوم 17 فبراير هو ميعاد دور ال 32 في مسابقات كأس مصر لكرة اليد رجال. كأس مصر الاخير النادي الاهلي هو حامل اللقب. الاهلي هيلاعب في دور ال 32 باذن الله نادي الشمس، بس فين على ملعبه؟ الساعه 6 اتحددت خلاص، طلعوا الماتشات، فالنادي الاهلي ان شاء الله يلعب نادي الشمس. نتمنى له التوفيق باذن الله، لان الدوري دلوقتي متوقف لان كل الانظار بتتجه الى تونس. تونس والبطوله المهمه، البطوله الافريقيه والمؤهله لايه؟ لطوكيو. اكيد دي بطوله مهمه جدا لفريق كره اليد او للاتحاد كره اليد او للناس المهتمين بكره اليد، لان بطوله قويه جدا بتتلعب في تونس. نروح لبطوله افريقيه في تونس، ومنتخب مصر بيكتسح النهارده الجابون في دور الثمانيه، وبيصعد للنهائي لنصف النهائي عفوا، في ان شاء الله ناقص له مباراه واحده، لكن هو صعد رسميا باربع نقاط للدور النصف النهائي، هو مع انجولا. كسب الجابون 36-17، الشوط الاولاني خلصان 20-7. كره اليد الفروقات فيها كبيره، يعني المنتخبات لما بتلعب مع منتخبات افريقيه الفرق بعيد. مصر وتونس والجزائر بيتكلموا في حته، والباقي كله بيتكلم في مكان تاني. لكن البطوله الافريقيه دي بطوله مهمه للفرق الافريقيه. ليه؟ لان البطوله كاس العالم اللي جايه مصر هي اللي بتنظم، والبطوله دي هياخدوا منها 6 منتخبات يروحوا لبطوله العالم. فاكيد المره دي كان قبل كده بناخد 3، ومصر كمان بتنظم، يبقى في 7 منتخبات افريقيه. من اصل كام منتخب؟ 16. اول مره في تاريخ بطولات افريقيا في كره اليد يتلعب 16 منتخب يكونوا متواجدين بيلعبوا. ليه؟ لان هياخدوا منهم 7 منتخبات، لان هنحسب منتخب مصر ان شاء الله، منتخب مصر يتاهل للدور النهائي وان شاء الله باذن الله نكسب، لكن الموضوع للفرق الافريقيه اول مره في حياتهم يكونوا متواجدين داخل امم افريقيا، وكمان ممكن يكونوا متواجدين داخل كاس العالم. فاكيد ده شرف ما بعده شرف لكل اللاعبين، فعشان كده الانظار كلها لاسره كره اليد بتتجه الى تونس. منتخب مصر بيضم 4 لاعبين من النادي الاهلي: ابراهيم المصري وعصام الطيار واحمد خيري واحمد عادل. خلينا نروح لجدول الترتيب بعد الدور التمهيدي للبطوله الافريقيه لكره اليد المقامه في تونس. زي ما احنا شايفين المجموعه الاولى مصر بعد 3 مباريات 6 نقاط، الكونغو الديمقراطيه 4، وغينيا 2، وكينيا بلا رصيد من النقاط. منتخب مصر ل 111 هدف وعليه 60 هدف. المجموعه الثانيه انجولا الجابون نيجيريا ليبيا، انجولا 6 نقاط والجابون 3، نيجيريا 2 وليبيا نقطه واحده فقط بالتعادل مع الجابون. المجموعة الثالثة تونس الراس الأخضر، الكاميرون، كوت ديفوار. في مفاجأة في المجموعة دي، إن الراس الأخضر تصعد لدور الثمانية. الراس الأخضر في كرة اليد مش موجودة على الخريطة، لكن الكاميرون تخش تبقى تاني تالت المجموعة، وكوت ديفوار الرابع، والراس الأخضر تكسب ماتشين الكاميرون وكوت ديفوار. أعتقد إن الراس الأخضر بدأ يختلف عن الدول الأفريقية وبدأ يصعد، بس هيصعد لمرحله مش هيقدر ينافس اعتقد منتخبات زي مصر وتونس والجزائر. المجموعه الرابعه الجزائر، المغرب، الكونغو برازافيل وزامبيا. الجزائر 6 نقاط، هو المغرب 4، والكونغو برازافيل 2، وزامبيا لا شيء من النقاط. زي ما احنا شايفين قدامنا المجموعات اتحددت وطلع اول وتاني، ووصلنا للدور الرئيسي، والدور الرئيسي ده هياخدوا اول فرقتين من الدور الرئيسي في المجموعتين يلعبوا نصف النهائي. نصف النهائي دي حاجة مهمة جدا، لأن المباراة دي مصر المفروض عندها مباراة يوم الأربعاء الجاي بإذن الله مع أنجولا. مباراة مهمة، اللي هيكسب يبقى أول المجموعة، الناحية التانية جاية من ناحية الناحية المجموعة التانية تونس والجزائر. تونس والجزائر زي ما احنا شايفين قدامنا حاجة مهمة جدا، إحصائيات البطولة. تونس هو أقوى هجوميا 122 هدف. تونس صاحبة الأرض، صاحبة الجمهور، صاحبة كل حاجة، لكن إن شاء الله بإذن الله منتخب مصر برضو وزي ما احنا شايفين قدامنا هو الأقوى دفاعيا. كلمة 60 هدف دي يعني فعلا دفاع مصر قوي جدا حتى مهما كان الفرق الأفريقية، لكن أكيد دفاع مصر بيختلف مع المدير الفني الأسباني. نروح لكينيا الأضعف هجوميا 36 هدف، يعني بمعدل كل مباراة 12 هدف، حاجة قليلة جدا جدا جدا. زامبيا الأضعف دفاعيا 100
و10 هدف زي ما احنا شايفين قدامنا. يعني الموضوع صعب جدا، لكن بقولها لكم بس نكمل مع منتخب مصر. منتخب مصر عنده مهمة قوية جدا، هيبتدي بطولة افريقيا بالنسبة له من يوم الاربعاء، يوم الاربعاء اللي جاي معاه مباراة مع انجولا، بعديها هيروح ليه الدور نصف النهائي، في مباراة يوم الاربعاء الجاي تونس والجزائر، اللي هيخسر هيقابل مصر، بعد المباراة ان شاء الله هنكسب انجولا. بس عايز اقول تاني واشدد تاني، تحكيم والجمهور والضغط اللي موجود على منتخب مصر ضغط قوي جدا، اللعيبه لازم تكون فاهمه، واعتقد ان هو فاهمين كده كويس جدا قبل ما يطلعوا من مصر. مش البطوله مش سهله، لكن نتمنى ان منتخب اليد ما يمشيش زي منتخب الطايره. منتخب الطايره خرج من التصفيات خلاص، خرج من الاولمبياد، لكن منتخب مصر كره اليد ان شاء الله يكون في الميعاد، وان شاء الله يقدر يحقق امنيات الشعب المصري باذن الله في بطوله افريقيا، ويتاهل لطوكيو 2020، وده شيء مهم جدا باذن الله. هنسيب امم افريقيا وهنروح لامم اوروبا برضه في كره اليد، لان كل البطولات بتلعب في نفس الوقت، عشان وحدوا الامور دي كلها عشان اللعيبه المحترفه تقدر تلعب مع منتخباتها في كل البلاد. بطوله امم اوروبا بشكل مختلف، هنا ثلاث فرق في بطوله امم افريقيا، مصر وتونس في مركز، تحتيها الجزائر، نقول كل دول في بوله واحده، لكن امم اوروبيه مختلفه تماما. خروج مدوي غريب، يعني هنقعد نتكلم عليه كتير، ونقول ان فرق كبيره طلعت من الدور التمهيدي. فرق كبيره بحجم فرق زي فرنسا، فرق كبيره طلعت. وطلعت منين؟ من التصفيات الاولى، من المجموعه الاولى او من المجموعات، من دوري المجموعات. لما فرق كبيره زي فرنسا والدنمارك وروسيا وبولندا يخرجوا من التصفيات في الدور الاول، يبقى الخريطه بتختلف في كره اليد في اوروبا. وبالذات اللي مخرج فرنسا منتخب البرتغال. منتخب البرتغال منتخب قوي جدا، خلينا نستعرض المجموعات ونقدر نتكلم عليها. زي ما احنا شايفين قدامنا المجموعات، المجموعه الاولى هم ست مجموعات، دي كانت المرحله التمهيديه ست مجموعات. نروح للمجموعه الاولى. المجموعه الاولى كان فيها كرواتيا اول منتخب، بيلاروسيا الثاني، ومونتينيجرو الثالث، خروج صربيا مفاجاه قويه جدا ان صربيا تخرج من الدور الاول على ايد بيلاروسيا او مونتينيجرو، كمان تطلع ثالث، ده مفاجاه كبيره جدا بتحصل في امم اوروبا. دي المجموعه الاولى، وطلع منها كرواتيا وبيلاروسيا للمرحله الثانيه. المجموعه الثانيه النمسا، التشيك، ومقدونيا واوكرانيا. مجموعه برضو النمسا تعتلي قمه الترتيب، اعتقد ده يعني برضو مفاجاه من المفاجات ان النمسا تكسب ثلاث ماتشات، بس النمسا تلعب على ارضها. البطوله دي بتقام في ثلاث دول، النمسا والسويد والنرويج، يعني اول مره 24 فريق، واول مره ثلاث دول بينظموا مع بعض. نروح للمجموعه الثالثه، اسبانيا، المانيا، هولندا، لاتفيا. ترتيب طبيعي جدا ان الفرقتين اسبانيا والمانيا يوصلوا للمرحله اللي بعد كده. نروح للمجموعه الرابعه، نرويج، برتغال، فرنسا، بوسنا. هنقف شويه عند المجموعه دي، وفرنسا بتخرج من المجموعه. فرنسا هنا بتخرج، خسرت البرتغال 3 جوان 28-25، مفاجاه مدويه. النرويج بتكسب برضو فرنسا، بس فرنسا لما يجينا يعني بصراحه شديده، شفت اللعيبه اللي موجوده، منتخب فرنسا بيعد للمرحله الجديده، تقريبا داخل السكواد بتاعه اكتر من 10 لاعبين 20 سنه، 10 لاعبين. هي دايما فرنسا بتاهل فرقها جوه البطولات، ما تبقاش عندها مشكله، بتلعب مباريات رسميه عشان تتاهل في بطولات العالم، لان فرنسا في اخر تقريبا 20 سنه ثلاث اربع بطولات عالم، اثنين اولمبيات، وهلم جرب بطولات اوروبيه، فدي حاجه قويه جدا في منتخب فرنسا. نروح للمجموعه الخامسه، المجر، ايسلندا، والدنمارك بتخرج هي وروسيا. الدنمارك بطل الاولمبيات الاخيره، روسيا بره. نتخيل الدنمارك النهارده بره الاولمبيات خالص كده، الاولمبيات الدنمارك بره الموضوع، هتخش من التصفيات الناحيه الثانيه من تصفيات كاس العالم، لكن كده المجر، ايسلندا، والدنمارك وروسيا اوت من دور الثمانيه. بكده زي ما احنا شايفين قدامنا المجموعات وخروج مدوي للفرق او المنتخبات الاوروبيه الكبيره، اعتقد الخريطه بتتغير. في اختلاف بين كره اليد في افريقيا، معانا ثلاث منتخبات، لكن هنا منتخبات تانية، منتخبات كتيره بتخرج
هولندا كمان بره، فرنسا، فرق كبيره، الدنمارك. انا فعلا مش مستوعب الموضوع اختلف. لكن اللي عجبني جدا فريق البرتغال. نرجع ورا شويه، منتخب مصر كسب بطوله العالم للناشئين برضه معاه منتخب البرتغال في دور الاربعه، نفس الكلام في منتخب الشباب، منتخب البرتغال في دور الاربعه. منتخب البرتغال داخل الدور للادوار الاخيره في التصفيات الاوروبيه، هنشوف المنتخب المصري باذن الله، باذن الله بشبابه الواعد اللي هو قدر يكسب ثالث العالم واول العالم باذن الله في المرحله الجايه يكون متواجد على الساحه.